لهذه الندوة تحت عنوان تكوين المكونين في مجال الرقمنة لصالح لفائدة الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة والإعاقة البصرية نموذجا. هذا المشروع اللي انبثق عن من خلال واحد الاتفاقية اللي توقعت ما بين جمعية رؤى تكنولوجيا والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الهدف من هذا المشروع هو تمكين المكوفين ضعاف البصر أنهم يولجوا العالم الرقمي، بحكم أنه تنعيش واحد تحول رقمي كبير في العالم وتف المملكة المغربية ديالنا، بحيث أنه الوصول لمعلومة تحول من الكتابة أو المقروءات إلى كل ما هو رقمي. وهذا التحول الرقمي خاص يستفد منه المكوفين ضعف البصر، لأن نقدر نقول أن الكتابات البرايل أصبحت متجاوزة بالنسبة للمكوفين، كما أنه الكتابة الخطية أصبحت متجاوزة بالنسبة للمبصرين. مثلا نقول متجاوزة أنها باقة خدامة ولكن ماشي بالقوة اللي كتخدم بها من قبل، بحيث أن كل شيء دابا توجه للمجال الرقمي. وأهم حاجة بالنسبة للمكوفين ضعف البصر أو أي شخص في إعاقة من في وضعية إعاقة بصفة عامة، هو الاستقلالية والوصول للمعلومة. وتنظن أن النفاذ الرقمي والولوج الرقمي وهالتكنولوجيات الحديثة غتفتح آفاق كبيرة للمكوفين ضعاف البصر باش يندمجوا أكثر في المجتمع، يوصلوا المسائل الإدارية ديالهم وكذلك المسائل التعليمية وسوق الشغل. وهذا هو الهدف الرئيسي للجمعية ديالنا، جمعية رؤى التكنولوجيا، هو مواكبة المكوفين ضعاف البصر أنهم يسيروا هذا المجال الرقمي. من أنه في ظل هذا التحول الرقمي أن مجموعة من الإدارات بحال نقولوا زربات باش تدوز المجال الرقمي، وما خدتش بعين الاعتبار المعايير الدولية ديال النفاذ الرقمي باش تحترم الولوجيات الأشخاص في وضعية الإعاقة البصرية لهذه المواقع. نعطيك أنا أكبر مثال اللي كاين دابا، انه تمنع حق التنقل اللي تمنع المكوفين ضعاف البصر انهم يتنقلوا بكل حريه داخل المملكه المغربيه، هو الموقع ديال لونسيف. الموقع ديال لونسيف فيه واحد الاخطاء فادحه تتمنع اي شخص كفيف او ضعيف البصر انه ياخذ التيكي ديالو ديال القطار بكل استقلاليه. كذلك كاين الخدمات البنكيه، ولكن الحمد لله في خلال السنتين الاخيرتين جمعيه رؤى التكنولوجيا بشراكه مع بنك المغرب خدمنا على واحد المشروع الانتقال الرقمي للخدمات البنكيه باش تكون ملائمه للاستخدام من طرف المكوفين ضعاف البصر. وحاليا كاين مجموعه من الابناك اللي وصلتهم المعلومه بفضل توجيهات ديال بنك المغرب، بحيث انهم اصبحوا دابا تيفكروا كيفاش يديروا وشنو هي الطرق اللي خصهم يتبعوا باش يجعلوا التطبيقات ديالهم والخدمه ديالهم ملائمه للاشخاص في وضعيه اعاقه بصريه.